لكن هنرجع وهنبدأ ب يعني هذا العاجل، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصول طائرتي نقل عسكريتين محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية، وأيضا سفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات أيضا إغاثية إلى دولة تركيا. حبينا نبدأ بهذا الخبر أو النبأ العاجل طبعا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب هنكمل باقي أخبارنا في اليوم، وبيعقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعه الـ32 في جامعة الدول العربية النهاردة وبكرة، بدعوة من الأمانة العامة للجامعة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. كمان في اجتماع تاني للفريق الفني الخاص بتوثيق التجارب في مجال الإرهاب بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. من المفترض طبعا أن هذا الاجتماع يتناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة في مجال مكافحة الإرهاب وموضوعات تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب وأيضا الإرهاب والجريمة المنظمة وأسباب انخراط الأفراد والكيانات في مجال الإرهاب، بالإضافة لتطوير وتفعيل عمل الفريق وعرض تجارب الدول العربية خلال الاجتماع الفني الخاص بتوثيق التجارب في مجال مكافحة الإرهاب. محتاجين نتعرف على تفاصيل أكتر، بتنضم لنا الأستاذة منى قشطة الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا يا استاذه دينا، مساء الخير. تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. مساء النور، وعايزه اتعرف من حضرتك طبعا على اهميه مثل هذا النوع من الاجتماعات اللي بتناقش ملف مكافحه الارهاب على مستوى جامعه الدول العربيه. الحقيقه يا استاذه دينا، واحنا بنتكلم عن اهميه هذا النوع من الاجتماعات، وتحديدا الاجتماع 32 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحه الارهاب، اهميتها بتاتي من كون مساله مكافحه الارهاب والتطرف ما بقتش بس مطلب رسمي، لكنها ايضا اصبحت مطلب شعبي بيفرضه الامن القومي العربي من اجل توفير ما يمكن ان نطلق عليه ما بين قوسين معادله امنيه مستقره للمواطن العربي. كمان اهميتها بتيجي من طبيعه الظاهره الارهابيه نفسها، واللي يعني بتتسم بانها ظاهره عابره للحدود لا تستطيع اي دوله ان تواجهها بمفردها، ومن الصعب جدا السيطره على موارد تمويلها، وايضا يعني هناك محدوديه في الموارد اللازمه لوضع خطط مكافحه هذه الظاهره بكافه اشكالها وصورها وما يرتبط بها من ظواهر اخرى زي التطرف، الجريمه المنظمه، جرائم غسيل الاموال وغيرها من الظواهر اللي تهدد الامن والاستقرار العربي. كل هذه السمات شديده التعقيد تخلينا نقول يا استاذه ديما انه مكافحه الارهاب بتتطلب، يعني مكافحة الإرهاب على المستوى العربي بتتطلب حشد طاقات وقدرات وموارد الأمة العربية وتحويلها من إجراءات معزولة بتقوم بيها كل دولة لوحدها إلى تخطيط استراتيجي شامل لمعالجة كافة العوامل التي قد تشكل بيئة حاضنة للعناصر الإرهابية. وأيضا يعني هذا نوع من الاجتماعات بيكون ليه يعني دور كبير في اتخاذ تدابير مشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصادر الإمداد المادي والعسكري الممكنة لهذه التنظيمات لضمان عدم استخدامهم لأي من الأراضي العربية كساحة لممارسة نشاطهم الإرهابي. طيب. وفي الإطار ده يعني الجامعة العربية يعني باعتبارها المنوطة بالعمل العربي المشترك بتتعاون مع منظمات دولية مختلفة لتنسيق جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب، زي مثلا المنتدى العالمي لمكافحه الارهاب وغيره من المنظمات الاقليميه والدوليه المنوطه بمكافحه هذه الظاهره. طيب وده طبعا احنا عارفين يعني طبعا ان مكافحه الارهاب استاذه منى يعني بيتضمن يعني شقين، شق عسكري وشق عسكري وامني وشق ايضا فكري. خليني اتكلم معاك عن الشق الفكري، هل نحن في الدول العربيه لدينا ادوات كافيه لمقاومه الفكر الارهابي لهذه الجماعات الارهابيه؟ يعني سؤال حضرتك يا استاذه دينا مهم جدا، يعني واحنا بنتكلم عن ظاهره بتعتمد بشكل كبير على اسس فكريه وايديولوجيه مغلوطه بتستخدمها التنظيمات الارهابيه المختلفه، وهي بتروج لفرديتها وايضا وهي بتجنب عناصر جديده ما بين صفوفها. يعني نقدر نقول ان الجزء الفكري بيمثل المحفز الرئيسي لاستمرار نشاط التنظيمات الارهابيه بشكل عام، حتى وان كانت تتلقى الكثير من الضربات الامنيه في مناطق انتشارها.
والحقيقه انه الخبرات التاريخيه المختلفه في محاربه ظاهره الارهاب اثبتت انه مواجهه هذه الظاهره شديده التعقيد لا يمكن ان تؤتي ثمارها بالمقاربه الامنيه والعسكريه فقط، بل لابد ان تتضمن ايضا يعني هذه المقاربات في مضمونها جزء رئيسي يتعلق باليات محاربه وتفكيك اسس الفكر الارهابي. وخليني هنا يعني اشير لنقطه في غايه الاهميه، وهي انه الحقيقه مصر كانت يعني من اولى الدول اللي اهتمت بصياغه مقاربه فكريه شامله لدحض الاراء المتطرفه والتفسيرات المشوهه والخاطئه والفتاوى التكفيريه المختلفه اللي بتستند اليها فكر هذه التنظيمات واللي بتروج ليه بشكل كبير. وكان من ضمن الجهود دي على سبيل المثال وليس الحصر يعني العديد من المبادرات الرئاسيه لتصويب الخطاب الديني اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا دوله اهتمت بتعزيز الدور اللي بتقوم به المؤسسات الدينيه المنوطه بهذا الشان على راسها طبعا الكنيسه ووزاره الاوقاف ومؤسسه الازهر. ايضا يعني مصر اهتمت بشكل كبير بالتنسيق مع الدول العربيه في هذا الصدد، ويعني في اعتقادي انه في جهود كثيره بتبذل على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي من قبل العديد من الدول العربيه في مكافحه في المقاومه الفكريه للفكر الارهابي، ولكن يعني بكل الاحوال يعني هذه الجهود تحتاج الى تطويرها ما بين الحين والاخر بحيث انها تتواكب مع النمو والتطور السريع اللي بتشهده التنظيمات الارهابيه على المستويين الفكري والعملي. ده حقيقي، وخصوصا ان مصر كمان يعني ليها تجربه فريده في مكافحه الارهاب على كل المستويات، يمكن ده هنشوفه كمان في الجلسه الخاصه بعرض تجارب الدول العربيه خلال الاجتماع الفني الخاص بتوثيق التجارب في مجال مكافحه الارهاب. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه.